انا بشرف كل لانه الصور كل صوره كانت مش صوره عاديه، صوره حب واضحه بين حضرتك وبين حضره جلاله سيدنا، مش صوره كانت عاديه، صوره محبه. اعطيني انا يعني احلى أنا من هيك، كانت الصوره عندي احلى من هيك، يعني مش حب يعني حبيبي. جلاله سيدنا هون لشخص لي هون عادي. بوسته هون بقول لي يا اخي ما زهقت تبوس؟ قلت له لا هي كمان بوسه. طب بدي اسالك سؤال، حدا قال لك انه في شبه بهذا يمكن هاي الفتره تحديدا كمان. يعني سمعتها دائما كثير لما يسالونا السؤال بقول هلا في ناس بربوا بسه عندهم بعد كم سنه البسه بتصير تشبه صاحبها، فانا القط هون ان شاء الله اشبهه، بشرفني اني اشبهه، اشبه اطفره مش اشبهه. هالقد يعلم عندك، انا بموت في ربه. طب واللي مش عاجبه للي قالته ليلى شو قالت؟ ما بعرف هي. طب يعني يعطيك العافية شباب، انا بعتذر. لا بالعكس احنا بنحب عفويتك. اريح الناس طبعا، عرفت كيف؟ الناس هلا على قاعدين على اعصابهم. بترجاكم ديروا بالكم يا ناس يا طيبين على الملك عبد الله لانه طيب وبس، هذا اللي بدي احكي. الان انت